السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في المرحلة العاشرة من مراحل لعبة براين تيست باللغة العربية. المرحلة العاشرة، ما هو الخطأ في هذه الصورة؟ إذا بحثنا في الصورة، هل هناك خطأ؟ نجد الخطأ الوحيد هو يد المهرج، فهي تحتوي على خمسة يعني تحتوي على ستة أصابع بدل خمسة، يعني أنا أقصد اليد اليمنى وهي هنا. وهكذا نكون قد أجبنا على سؤال هذه المرحلة. نلتقي في مرحلة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.